السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب، رجعنا لكم بالتحديث 6.7 للول باتش نوتس. تحديث هذا هو تحديث النرفات. أخيرا قرروا انهم هم يركزوا على الشامبيونز الاو بي ويسوا لهم نرفات قد ما يقدروا، وان شاء الله في نرفات زياده جايه، وان شاء الله في تعديلات زياده جايه، لانه عامه يعني الوضع العام حاليا في الجيم ما هو بالانسد زي ما هو المفروض يكون. نبدا بالتحديثات يا شباب. اول شيء سووه ايرلين سول، سووا له نيرف على الكيو حقته، نقصوا الستان دوريشن، نقصوا الوقت حق الستان يا شباب، ولا الالتي حقته على الار، نقصوا السلو حقها ونقصوا الوقت حق السلو، من كان 4 ثواني صار ثانيتين. وكان في اول حاجه اسمها نو لونجر ديكيز، كان الستان كان يصير السلو بعدين السلو يبدا يقل حبه حبه في خلال ثانيتين، دحين لا، يجي لك سلو ثانيتين كامله وبعدين تروح. كوركي نقصوا الريشيو على البيسك اتاكس فور توتال دامج. ايش يعني؟ يعني لما كان لو كان عنده مثلا 100 اتاك دامج، كان لما نضرب اوتو اتاك اول كان يسوي 110 على الضربه، دحين حيسوي 100، نقصوها من 1.1 ل 1. نيرف المفروض انه نيرف جامد صراحه، اظن يبغوا يخففوا الدومينيشن حقه في الميد، يعني لانه هو دحين ماسك ميد ومتمكن منه، اظن يبغوا يقللوها شوي. اريليا سوى لها باف على الكيو حقتها، قللوا المانا كوست، قللوا المانا كونسبشن، وزودوا الريشيو حق الاتاك دامج عليها. ايش يعني الريشيو حق الاتاك دامج؟ يعني الكيو لو كان عندك 100 اتاك دامج، الكيو كانت تسوي 100 دامج، الحين تسوي 120 دامج، زودوها من 1 ل 1.2. جن سووا له نيرف على الكيو اخيرا، دامج وعلى وزودوا الكوست حق المانا حقها. الكيو هي الابيليتي اللي يستخدمها عشان يسوي كلير لهم المينيونز كلهم، بيطيرهم نون ستوب، وصار يعني صار اللين دائما بوت لين حقه. اظن هذا تخفف الدومينيشن هذا وتعطي مجال للاي دي سيز الثانيه انهم يقدروا يتجاوبوا معاه ويسووا تريد زي الناس ولا عاد. سووا له باف على الاي حقته بسيط، زودوا نقصوا المانا كوست على اساس اظن يبغوا جنس يبغوا الجنات يستخدموا الاي حقته اكثر مما انهم يستخدموا الكيو. كندرد نقصوا الباسيف هيل على الدبليو حقته، اللي مو فاكر ايش هي الدبليو، الدبليو كان كندرد يجمع ستاكس، اول ما يوصل 100 ستاك الاتاك الضربه الجايه ترجع له هيل، كانت اول ترجع له من 43 ل 94 هيل، دحين صارت ترجع له من 34 ل 102 هيل. والنيرف الاعظم اللي سووا له اياه، سووا له اياه على الالتي حقته. اول كان يقدر يحط الالتي على نفسه، كان يقدر يحطها على اي احد جنبه في رينج محدد، دحين مع السار يقدر يحطها على اي احد جنبه، دحين الالتي ما تجي الا فوق هو. بعد كده نيدالي سووا لها نيرف على الدامج حق الدبليو حقها، يعني دامج بسيط على اساس هم سووا لها نيرف، فاكرين يا شباب في الباتش اللي فات زودوه شويه على اساس كانت في مشكله عدلوها ونقصوا الدامج حقها ل 60 على اساس يبغوا يقللوا الكلير حقها حق الجنجل في بدايه الجيم. بوبي نقصوا الرينج حقها من 525 ل 425. الشيلد اول كان لما تلمه يسوي ريسيت للاوتو اتاك، دحين ما عاد يسوي ريسيت. الكيو سووا لها برضه نيرف على الدامج حقها، قللوا الدامج حقها. الاي نقصوا الرينج حقها من 525 ل 425. راموس زودوا الكول داون حق الالتي، بدل ما هو 60 ل 180 60 نهايه الجيم، اظن عشان راموس توب لينز يبغوا يقللوهم شويه. سوراكا سووا لها نيرف، زودوا الكوست حق المانا حق الكيو، وزودوا الكوست حق المانا حق الدبليو على اساس ما يبوك تسوي سبام طول الجيم. اودر نيرف تاني، نقصوا البيس هيلث ريجن حقه. ايش يعني بيس هيلث ريجن؟ وانت ماشي انت لو ما بتتضارب ولا ما انت في كومبات بيرجع لك هيلث يا شباب كل شويه، كان يرجع له 8.7 في الثانيه او في الخمسه ثواني، دحين يرجع له 6 في الخمسه ثواني، 6 في العشرة ثواني بير 10 ولا بير 5 صراحه ماني فاكر. نقصوا الدامج على الار اللي هو الفينيكس ستانس حقته، نقص الدامج بير سكند، نقص البروك دامج. زد اخيرا نيرف، نيرف معتبر اقلها في بدايه الجيم، زودوا الكول داون على الدبليو على الشادو حقها، ونقصوا الباسيف بونس اتاك دامج حقها. ايش يعني؟ كان مع كل ايتم يزيد
البونس اتاك دامج. لو كان الايتم تديك 50 ولا الايتم لحالها تديك 100 اتاك دامج، كان هو من الدبليو حقتها باسيفلي يجي له 5% 10% 15% 20% 25 على حسب الليفل. دحين نقصوها من 4 ل 20%، يعني بداية الجيم 1%، نهاية الجيم 5%. المفروض انه يصير شوية بالانسد في الاتاك دامج شوية. اظن يبغى له كمان نيرف صراحة من حد علمي، بس هذا حنشوف. جلوبال سبلاش يونيفيكيشن مسكوا تشامبيونز كثير وعملوا لهم، غيروا لهم الصور حقتهم. دي ايتمز ما هو في مالماتورس، نقصوا الماجيك ريزيست حقها من 50 ل 40، وشالوا منها نهائيا 25% حقت الاتاك سبيد. الفكرة منها انه صارت الناس كلها تشتري موف مالماتورس دايما على اي اتاك سبيد ايتم تقدمها لو في قدامك احد، لو في قدامك احد في عنده ماجيك ريزيست. وما يبغوا الكلام هذا، يبغوك تاخذ قرار ولا تاخذ الديسيجن انه انا اشتريها مضطر ولا اشتري، ولا اشتري ايتم اتاك سبيد. بعد كذا الورلدز بلاد لاست الماستري. الماستري هذه يا شباب للي ما يعرفها ايش كانت فكرتها، تاخذ لو تاخذ الماستري هذه كل اوتو اتاك ولا كل ضربه تسويها على الشامبيون او على المينيون تاخذ ترجع هيلث بطريقه محدده. اذا كان الهيلث حقك 90% تاخذ 1% هيلث باك، ترجع 1% بس. اذا كان هيلثك 50% تقريبا ترجع حوالي 10%، اذا كان هيلثك اقل من 20% ترجع الين 20% هيلث. هذا لو تضرب شامبيون، بس لو تضرب مينيون تاخذ نص الكلام هذا سواء انت رينجت ولا ميلي. اللي سووه حاليا خلوها اقل بالنسبة للرينجد مينيونز. لو انت ملي تشامبيون حتسوي زي ما حيتغير عليك ولا شيء. اذا انت رينج تشامبيون يعني اي دي سي او ميد او قررت تكون واحد من هذول، حتنقص، حتصير بدل ما تعطيك ال 50% حتعطيك بس 25%. ليه سووا الكلام هذا؟ اظنهم يبغوا اي دي سيز اقل ياخذوا الورلورد، او على اساس انه هو كان بيقول لك انه والله الاي دي سي سهل انه يقدر هو يضرب المينيونز من بعيد ويرجع هيلث بسرعه، يبغوها اصعب شويه، يبغوا الرينج يتعب اكثر من ما الملي يتعب. الديث تايمرز غيروا الاوقات شويه، نقصوا اوقاتها ما بين دقيقه 30 و55، ما الاوقات الغير كده خلوها زي ما هي. بالنسبه للفيجن اللي هو الرؤيه، بس غيروا حاجه بسيطه يا شباب. يقول لك اذا انت تشامبيون، الشامبيون الانمي المقابل شايفك من دون ما يستخدم لا وارد ولا اي حاجه اللي هي تفتح الرؤيه، المفروض انه انت تشوفه في المقابل، اوكي؟ الا اذا كان طبعا حطيت جريفز السموك سكرين الدبليو حقته ولا اي شيء تاني اللي هو يخفض الرؤيه، الكيو حقت كوين، الدبليو حقت جريفز، وهكذا. هي الفكره انه اذا انت اذا واحد شايفك انت المفروض تشوفه. اذا ما هو مستخدم الواردز يا شباب، هذا ما له صلاح بالواردز، هذه بس في حالة هو بيشوفك طبيعي في الماب انت المفروض تشوفه، اوكي؟ عشان لا احد يجي وطاير الف انا ما شفته، ما في وارد، كيف شافني وهو انا ماني شايفه، شيء زي كذا. بعد كذا جابوا اتكلموا على موضوع الجيم مود الجديد اللي هو الروتيتنج جيم مود. اوكي، ايش يعني الروتيتنج جيم مود؟ حينزلوا كيو جديد يا شباب. الكيو هذا في كل اسبوع حينزلوا في جيم مود، في اسبوع حينزلوا في ارف، في اسبوع حينزلوا في اظن last friday rotating queues available، مرة ارف، مرة god of ascension ولا the ascension، مرة حقت البورو اظن، ما شايفة صراحة في الباتش نوتس بالضبط ايش حينزلوا، بس على كلامهم كل ويكند حينزلوا لعبة جديدة في الكيو هذا، وحينزلوا الجدول عليها اليومين الجاية في الموقع حقهم. حيبدأ الكيو هذا من يوم الجمعة اللي هو البارح، وحيبقى جيم واحد، جيم مود واحد يا شباب كل أسبوع. ما أظن يعني مش كل الجيمز في نفس الوقت، لا، كل ويكند أو كل أسبوع، هم قايلين كل ويكند، يعني كل ويكند واحد. في الكيو هذا حتشتغل الشامبيون ماستري، حتاخد البوينتس على الشامبيون ماستري، وفي نفس الوقت برضو حتاخد حجي لك الدروبس حقت الهكستك كرافتين، يعني حتنزل لك الصناديق وحتنزل لك المفاتيح بنفس الطريقة. البريميد ليميتر هذا الكيو على الرانكت يا شباب، كان
كان دايما مثلا لما تسوي كيو وانت بلات ولا وانت جولد تقدر تلعب مع اي واحد تير كامل اعلى منك ولا تير كامل اقل منك. اذا انت جولد كان تقدر تلعب مع بلات ولا مع سيلفر. نفس الشيء ما غيروه الا بس تعديله بسيطه. اذا كنت تشالنجر تقدر تلعب بس مع تشالنجر ماستر ودايموند واحد. اذا كنت دايموند واحد تقدر تلعب بس مع تشالنجر وماستر ودايموند من واحد لثلاثة. اذا كنت دايموند خمسة تقدر تلعب مع دايموند ثلاثة واربعة وخمسة وبلات واحد واثنين. اذا كنت هاي بلات يعني اذا كنت يعني بلات واحد ولا اثنين تقدر تلعب مع دايموند خمسة، ما تقدر تلعب مع اي احد من الدايموندز التانيين. اذا والباقي اللي هو البلات العادي نفس الشيء ما تغير، والجولد والسيلفر والبرونز ما تغير. الهكستك كرافتنج تعديلات بسيطة، شغلوها على ايرام وتويستد تري لاين اخيرا. هي كانت هو كان المفروض تنزل من البداية بس صارت فيها مشكلة وعدلوها دحين. وخير وخلوا دروب ريت في كل المابس زي ما هو بالضبط زي بعض، يعني ما يفين والله اذا لعبت سمن الريفت يجي لك دروب اعلى من اذا لعبت تري لاين. وبعد كذا هذا شيء للمستقبل، سووا اربع انواع لوت في الهكستك، سموها التيميت اورنج ميثيك بيربل اللي هو يا برتقالي يا بيربل موفي يا ليجندري احمر يا ايبك تيل اللي هو اظن اخضر ولا ازرق. حاليا ما في ولا شيء بيربل الا الهكستك اني الجديد. في المستقبل حيقسموا اللوت على اربع الاقسام هذه، واتوقع كيف تجيب اللوت حيكون اصعب على حسب اللوت تايم. كل ما زاد كل ما صار التيميت، كل ما طلع الالتيميت كل ما كان اصعب تجيبه، كل ما نزل التيل كل ما كان اسهل تجيبه. وبكده يا شباب خلصنا التحديثات 6.7. Thank you for listening. مشكورين على الحضور يا شباب، ونشوفكم ان شاء الله في التحديث الجاي.